تقع الغدة الدرقية في الرقبة وتنتج الهرمونات التي تنظم أمورا مختلفة في جسم الإنسان، منها درجة الحرارة، التمثيل الغذائي وضربات القلب. صحيح أمين. يمكن أن تصبح الغدة غير منتظمة الوظائف عندما تزيد نشاطها أو يقل مشكلة. للحديث أكثر عن الأعراض والحلول نستقبل معنا في الاستوديو الدكتور ناجي طرباي، اختصاصي في أمراض الغدد والسكري والتغذية، في فقرة صحتك. صباح النور دكتور. اهلا وسهلا بك. يعني لا شك بانه الغده مهمه جدا وتؤثر على جميع اعضاء الجسم. اين تقع تحديدا وما هي وظائفها؟ الغده الدرقيه افرازها بيأثروا على كل شيء بالجسم. نعم. ما في شيء الا ما بيتاثر الجسم. حتى الضفير، الشعر، الجلد، الوزن، القلب، الخروج، ما في شيء ما بيأثر عليها الغدة الدرقية. نعم. غدة مهمة وطبعا ما فينا نعيش بلاها. هلا الغدة عندها أمراض تمرض وعدة مشاكل بيصير فيها. أولا الغدة فيها تعمل تضخم تكبر وبيصير في جواتها مثل كياس مثل درم عقدة. بقى هودي أيام بيكبروا بيسموه جويتر، هذا بسموه جويتر ايام اذا في كتير نوديولز موجودين بالغدة بسموها مولتي نوديولر جويتر. هيدي منشوفها كتير بالمطارح اللي ما في يود كفاية، مطارح اللي بعاد عن البحر والخضرة ما فيها يود مثل بالجبل. كنا نشوفها كتير بس صار لنا فوق 120 بلد بالعالم الحكومة جابرة انه الملح يكون في عنده يود. بقى بس بلشوا يحطوا يود للملح صار هالمرض عم يخف، وهيدي شغلة مهمة كتير. حس الغدة بس تكبر كتير أيام تنزل نزول وبتصير تعبق، ما بتخلي الإنسان يبلع يتنفس منيح. يعني احنا دكتور حابين نعرفه وقتش تصبح كسولة بدرجة كبيرة، وقتش تصبح مفرطة النشاط، يعني العوارض. العوارض بالضبط انه نحسوا بها، كيف نحسوا بها بالضبط؟ هلأ الجويتر أيام بيحسوا انه في شيء عم بيضايقهم بالرقبة، بيخنقهم. هلا إذا الغدة عم تفرز زيادة عندها عوارض خصوصي، وإذا الغدة ما عم تفرز كفاية عندها كمان عوارض. اللي بتفرز زيادة بسموه هايبر ثايرويدزم، واللي ما بتفرز هايبو ثايرويدزم. هلا الغدة بتفرز اثنين هرمون ووحدة ثالثة اسمها كالسيتونين اللي لها دخل بالكالسيوم وبتساعد الكالسيوم يدخل على العظم. بس الهرمونات تبع الغدة المهمين هن اثنين، T4 T3، تايروكسين ترايودوتيرونين. اثنيناتهم الغدة بتفبركن من اليود، من هيك اليود بدها لازم يكون موجود جوات الغدة تتقدر تفبرك الهرمونات. نعم. إذا ما في يود كفاية الغدة
ما بتفرز. الهرمونات بحس اليود is essential يعني لازم ضروري. ضروري. دكتور يعني بنعرف نحن انه الغده احيانا قد تتمدد، يعني لما بيكون حجمها كبير احيانا تتمدد، بيكون عندها يقال مثل الشوش بتتمدد على القلب. الى اي مدى هذه الحالات بتكون خطره بحالات معينه؟ ايه اذا بتتمدد بتروح لجوا وبتكبر كتير بيصير بدها شايل، بدها عملية وبدها شايل، بحس هالغدة اللي عم تكبر بهيك شكل بدها توصل، بدها تضل تكبر، ما رح توقف، بقى بدها شايل. هيدي العملية ضرورية، يعني بس الجراحة جراحة بدها شايل. هلا احيانا انا سمعت عن علاجات غير الجراحه، مثل احيانا تتعرض لاشعه او بالحبوب معقول تدوب، الى اي مدى هذه الحلول ناجعه؟ شوفي جربنا كثير على سنين كثير نعالج مع الحبوب الجويتر التضخم بالغده، بس اخر دراسات طالعه انه ما بيأثر كتير عليها. بقى عادة نحن شو بنعمل؟ بنراقب الغده، كل سنه بنعمل لها صوره، بنعمل لها صوره صوتيه تنشوف كيف مركبه شكل، شو في جواتها. بحس وين المشكل؟ انه ايام وحده من العقده معقوله تصير كانسر. صحيح. هذا التخوف. هذا التخوف بقى من هيك من رقبها، ولأنه مرة بالسنة نعمل صورة. الراديولوجيست الاختصاصي بيعمل صورة صوتية وبيعرف كل نوديول شو فيه جواته، شو السايز تبعه، كم سنتي كم ميلي، إذا بشكل خطر، إذا شكله بشع، إذا شك بشي معين يعني. بيقلنا أحسن شيء عمله إبري، حطه إبري هو بحطها تحت الألتراساوند وبيسحب منها خزعة للفحص. طيب دكتور احنا حابين نعرفه هل الغدة اضطرابتها وراثية أو ليه، وفي أي عمر نعرفه؟ اللي معناه نعرفه اللي عنا الغدة اللي تظهر معناه عند الإنسان. الغدة فيها تسخن من خلقها. في ولاد بيخلقوا ما بيفرزوا، عندهم مشاكل congenital disease، ما بيفرزوا، ما T3 T4. بقى هودي شغلة مهمة كتير لازم ينعرف عبكير، بحس T3 والT4 خاصة التيروكسين مهمة كتير للدماغ، لنشاط الدماغ، نشاط الدماغ ويكبر. أول سنتين الدماغ بيكبر بيطور النمو بيوصل. أيوة. بقى إذا ما بينتبه الواحد عليه معقول يصير في عنده mental retardation. نعم. نعم دكتور، بس سريعا لو سمحت لأنه دهمنا الوقت، في أحيانا عندما تستأصل هذه الغدة في غير أنه معقول تكون معرضة أن تصير سرطان بأنواع معينة، ولكن أحيانا بترجع بتظهر، يعني في يقال أنه هيدي نوعية بتفرخ دايما، استأصلت بترجع بتفرخ، قد هذا الشيء دقيق؟ يعني عادة بس الواحد يقرر عملية وبيشيلها كلها إذا كلها مضروبة. إذا في نوديول واحد بيشيل النوديول واحد وبيلاحق المريض سنة ورا سنة. أيام بيرجع، أيام بيرجع بيطلع. بس أهم شيء إنه الواحد يتوقع إنه ما يكون شيء خبيث. دكتور ناجي ترابية، شكرا لك على كل هالنصائح والمعلومات، وإن شاء الله أكيد أن يكون عنا معك لقاء آخر للحديث أكثر على هالمواضيع المهمة واللي تهم برشا مشاهدينا.